صباح الخير يا هلا فيكم مشاهدينا. متواجدة حاليا في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف لتغطية فعالية 60 عام من الشراكة ما بين دولة الكويت والأمم المتحدة. 60 عام من الشراكة في التنمية و60 عام من الشراكة في الأعمال الإنسانية وفي تعزيز جهود السلام. خلونا نشوف معكم مشاهدينا هذه التغطية. واليوم نستذكر انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة في عام 1963، ولعبت دور بارز وفعال في الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في مجال التنمية، الجهود الإنسانية وتعزيز جهود السلام. ودولة الكويت تعمل بنشاط من خلال مؤسساتها الحكومية والقطاع الخاص مع مختلف منظمات الأمم المتحدة، ولأكثر من 60 عام كانت الكويت نموذج بارز للشراكات الفعالة مع الأمم المتحدة. شراكة متينة تجمع ما بين دولة الكويت والأمم المتحدة اللي امتدت لـ60 عام. مشاهدين، هذه كانت تغطيتي، أشوفكم في تغطيات أخرى، في أمان الله.